اقول لكم على حاجه مهمه بقى، معلومه ما اتقالتش قبل كده تقريبا وما سمعتهاش في ولا فيديو ومش كل الناس عارفاها. في واحد يجي يقول لك ايه ده، انا النت عندي تعبان قوي، ده انا لسه دافع فلوس اكتر عشان ازود السرعه وبرضه حاسس ان السرعه مش قد كده. مين اللي واكل من السرعه بتاعتك؟ هو الشغل اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. يعني الشغل ده ما هوش مسؤول عن ان الصوره تطلع بايضاح عالي، ريزوليوشن عالي او منخفض او الكلام ده، لا، ده بياكل كمان من سرعه النت وبيخلي لك النت سرعته ما هياش عاليه. تيجي مثلا جهازين ثلاثه شغالين وايرلس في البيت تلاقي عمال يحمل وياخد وقت، ازاي ده انا مطور، ده انا دافع اكتر، طب حد يدفع عشان اشتغل انا عشان انا بحمل؟ لا، انت من غير ما تحمل ومن غير ما تعمل، ده انت بتعمل مشاهده يعني ما بتعملش حاجه ثانيه، والرغم من ده كله بتلاقي ايه النت يعني ايه يعني بتلاقيه بطيء معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة مهمة جدا في ضبط اعداد القناة عايز اوريها لكم، محدش من زمان اللي تطرق لها ومحدش اتكلم عنها في الفيديوهات كتير لان حاجة تكنيكال شوية بس مهمة، مهمة جدا كمان. تمام، ضبط اعداد القناة لما بفتح بدخل هنا على القناة بدخل على حاجة اسمها الاعدادات المتقدمة، بنزل تحت خالص بقى في حاجة اسمها ادارة الحساب هنا، تمام، بروح لحاجة اسمها التشغيل والاداء، تمام، بدخل هنا في الكلام ده عشان اشوف حاجة مهمة هي تحميل AVI 1 دايما ولا الاعدادات التلقائيه امشي وراها ولا اعمل ايه؟ ايه الموضوع ده اصلا؟ الموضوع ده بمنتهى البساطه قبل ما اقول لكم نعلم على ايه، هقول لكم على حاجه بسيطه جدا. المفروض ان انا هنا الاعدادات الAVI دي اللي هي لما بيكون عندي فيديو، الفيديو ده بياخده الداتا بتاعت الكومبريسور بتاخده تضغطه، تمام؟ تضغطه ليه؟ عشان يجينا على اليوتيوب مثلا يتفك من اول وجديد، تمام؟ والا كل فيديو كان ياخد مساحه كبيره جدا، ممكن لو واحد عنده هارد ما ياخدش عليه شويه فيديوهات قليله جدا ويعني ما فيش حاجه تكفي حاجه خالص. طيب ايه المشكله بقى اللي موجوده؟ المشكله ان انا باجي هنا مثلا على حاجه زي كده باجي اقول له انت شغال بنظام ايه؟ هقول لي انا كنت باخد الفيديوهات اضغطها زمان بنظام اسمه H264. الله، طب وتطور الموضوع؟ قال لا، استخدمت كمان معاه نظام تاني بضغط الفيديوهات بيه اسمه VB9. طب ايه المشكله في يعني احنا دخلنا حاجه تكنيكال مش هتهمنا، لا ده هتهم اي يوتيوبر وهتهم اي حد ماسك موبايل، اي حد ماسك موبايل وقاعد على الكمبيوتر. ليه؟ الملفات دي لما بتضغط كويس قوي، تمام، لما بتيجي تتفرد من اول وجديد عشان نتفرج على الفيديو بنلاقي الجوده بتاعته قلت، وهي دي المشكله بتاعت الجوده اللي بتقل. ليه الجوده بتقل؟ عشان الموضوع ده بقى. طيب الجوده لما بتقل احنا عايزين الجوده لما اجي اضغط فيديو، يعني انزل فيديو هو بياخده اوتوماتيك الداتا بتاخده، تمام، بتضغطه اليوتيوب او جوجل اي حد بياخد الداتا دي بيضغطها عشان لما تيجي تروح عند حد تاني بتتفرد من اول وجديد ويشتغل يشوفها بكده تضغط تاني تفضل عمليه رايحه جاي. اللي مسؤول عن الكلام ده هم اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هو H2، تمام، وال VB9. طيب الكلام ده قديم، ايه الكلام الجديد بقى؟ عظام ما بيطلعش جوده عاليه، ده بيفرد وبيضغط فعلا وبيأدي الدور والكلام ده وبيطلع جوده شغل حلو معقول 60 70 شغال. لكن ايه اللي بيديك يعني شغل عالي جدا بقى؟ الشغل العالي كله بتاخده في حاجه اسمها AV1. الAV1 بقى هو الشغل العالي اللي بجد. ليه الشغل العالي بجد؟ الAV1 لما يجي ياخد منك فيديو يضغطه، لما يجي يفرده مره ثانيه بيديك نفس الجوده. وفي حاجات بتعمل الجوده، تمام، بتوصلها لك لدرجه عاليه جدا، ودي حاجه كويسه قوي. لما ياخد جوده معينه بيديك جوده كويسه جدا، فانت هنا ما بتفقدش الجوده، تمام، اللي بتخلي الفيديو شكله مش حلو، تيجي تتفرج تلاقي نفسك صوره بهتانه، الصوره مش طول، مش هو ده اللي انا عملته، مش هو ده الشغل بتاعي. طيب يبقى الفن هنا هو الاصل في الموضوع. هتقول لي طب ممتاز جدا، هقول لك الكلام ده عشان يحصل عندك لازم يكون عندك كارت على الكمبيوتر، تمام. الكارت ده اللي هو مثلا زي ايه؟ زي كارت زي ده مثلا، كارت مثلا اللي هو RTX مثلا، تمام. RTX اللي انت شايفه، الكارت اللي انت شايفه ده او الكارت التاني اللي انت شايفه ده اللي هو RTX 3000 او 7000، الكروت دي كلها بتدعم. يعني بتدعم الكارت اللي انت شايفينه ده بيكون هوريكم صوره كده صغيره مثلا في المذر بورد، بيكون الكارت ده في قطعه كده في الكارت، يعني افترض ده الكارت ده مذر بورد اصلا، بس هنفترض ده كارت لان هو شكله بيكون عامل زي كده من جوه، تمام، هو شكله اهو، تمام، الكروت هي كلها بتكون عامله زي دي بالظبط كده مقفوله كده على المراوح لان
عينيه بتسخن سخونيه عاليه جدا. طب هنفترض ده الكارت بقى من جوه، تمام، في قطعه صغيره كده اللي هي زي دي كده، القطعه دي بتكون مسؤوله عن AV1، هي اللي بتقوم بعمليه التحويل. هتقول لي ايه ده يعني جهاز ما بيقومش بعمليه التحويل؟ اقول لك صبرك عليا. ليه صبرك عليا؟ لان في اجهزه ما فيهاش كارت الار تي اكس مثلا، زي ده مثلا الار تي اكس مثلا ايه 3000 7000 الكلام ده كله. طب ايه المشكله هنا؟ يجي بقى المذر بورد اللي هو ده، اللي هو اللوحه الام زي ما بيسموها بالعربي، المذر بورد ده بياخد هو الكلام ده بس ما بيقدرش يحوله لافيون. ليه؟ لازم يحوله بقى، بيجي هنا يحوله اتش 2 6 مثلا 4 مره، مره يحوله مثلا ل مثلا في بي 1 في بي 9 مثلا، تمام. في الكلام ده كله بيكون احسن بكتير جدا، ما بيسيب لك صوره بهتانه ونزل لك جوده اي كلام، لان الجوده اللي بكلمكم عليها الاثنين دول جودتهم عاليه جدا كويسه قوي. لكن طبعا لو اتكلمنا على الموضوع تاني خالص خالص، جوده اعلى بكتير وشغل احسن بكتير. عشان كده اللي يمتلك الكروت ده جوه جهاز الكمبيوتر هو اللي بيعرف يعمل الشغل بتاعه كويس جدا، ويقدر يطلع صوره وجوده عاليه جدا. انا خلصت الكلام؟ لا لسه. هتقولي الموبايلات واحنا شايلين كمبيوتر، احنا شايلين موبايلات. هقول لك بقى الموبايلات بقى فيها بقى موضوع مهم قوي هتفهمه دلوقتي حالا. وكل الموبايلات، مش موبايل ولا، وكل الانواع. هتقول لي كده احنا خلصنا ان المذر بورد هنا هي اللي بتحول ومسؤوله، تمام، لو ما عندكش الكروت ديت. طب ولو عندك الكروت؟ لا، ده الكروت بتشيل على المذر بورد شغل حلو قوي، او هما الاثنين بيساعدوا، بس الكارت بيساعد اكتر بكتير، وخصوصا لو كان عالي زي الار تي اكس مثلا 7000 الكلام ده كله. طيب هتقول لي طب وبالنسبه بقى للموبايل ايه اللي بيحصل في موضوع الموبايل ده كله؟ هقول لك الموبايل بيعمل اليوتيوب، هو بقى اللي بيقوم بالدور ده ساعتها، لان اليوتيوب اصلا كمان بيقوم الدور ده في كمبيوتر وكمان، تمام. اليوتيوب بيقوم بالدور ده يعني ايه؟ بيحسن لك الجوده وبيحسن لك الشغل بتاعك. عشان كده لما اجي هنا اجي اقول لك حط نعلم على دي ولا على دي ولا على دي، هاجي اقول لك انا بعلم على اعدادات تلقائيه لو انا ما عنديش مثلا كارت. طب انا مثلا عندي كارت مثلا، بعمل ايه؟ معلم هنا بقول له لا انا عايز اي في 1 دايما. يبقى انت هنا بالنسبه للكمبيوتر انت بتعلم هنا عشان تاخد ايه الشغل ده. طيب هقول لكم على حاجه مهمه بقى، معلومه ما اتقالتش قبل كده تقريبا وما سمعتهاش في ولا فيديو ومش كل الناس عارفاها. في واحد يجي يقول لك ايه ده انا النت عندي تعبان قوي، ده انا لسه دافع فلوس اكتر عشان ازود السرعه وبرضه حاسس ان السرعه مش قد كده. مين اللي واكل من السرعه بتاعتك؟ هو الشغل اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. يعني الشغل ده ما هوش مسؤول عن ان السرعه تطلع بايضاح عالي، ريزوليوشن عالي او منخفض او الكلام ده، لا، ده بياكل كمان من سرعه النت وبيخلي لك النت سرعته ما هياش عاليه. تيجي مثلا جهازين ثلاثه شغالين وايرلس في البيت تلاقي عمال يحمل وياخد وقت، ازاي ده انا مطور، ده انا دافع اكتر، طب حد يدفع عشان اشتغل انا عشان انا بحمل؟ لا، انت من غير ما تحمل ومن غير ما تعمل، ده انت بتعمل مشاهده يعني ما بتعملش حاجه ثانيه، والرغم من ده كله بتلاقي ايه النت يعني ايه يعني بتلاقيه بطيء معاك. عشان كده يا صاحبي لازم تفهم. هتقول لي طب وانا يعني هجيب الكروت دي هقعد اركب الكروت دي في الموبايل ولا الكلام ده؟ هقول لك لا، انت ما بتعملش حاجه زي كده، بس لازم تعرف ان اليوتيوب، تمام، يعني احدث اصدار في اليوتيوب في احدث حاجه يقدر يشيل لك الموضوع ده ويقدر يحافظك على سرعه النت والكلام ده. عشان كده يا صاحبي، ودي نصيحه وبرده مش هتلاقي فيديوهات كتير او ممكن ما تلاقيهاش خالص، تمام، حدث اليوتيوب طول ما انت قاعد، اليوتيوب بالذات حدثه طول ما انت قاعد، ما تسيبش اليوتيوب من ايدك. في منصات تانية زي اليوتيوب بتقدر تعمل الكلام ده؟ لا. اليوتيوب يا جماعه يعني من ضمن الحاجات الناس بتحب تشغل ليه تعمل فيديوهات على اليوتيوب، شغل على اليوتيوب، تتفرج على اليوتيوب ليه؟ عشان اليوتيوب فيه حداثه عاليه جدا، تمام. المنصات التانية فيها حداثه ما نقدرش نتكلم، دي معموله على شغل مستوى عالي جدا، لكن اليوتيوب حاجه تانية خالص. اليوتيوب فيه امكانيات مخلياه متميز، خصوصا في حته الاي في اي. قريب كل الكلام ده هيختفي، لان كل ده هينزل مع الاجهزه، خلاص كله هينزل مع الاجهزه، مش هيحتاج بقى المنصه مقدمه متميزة عندي ولا الكلام ده، هيبقى كل الكلام ده موجود. وطبعا في اجهزة العالية او دي فيها الحاجات دي حديثة جدا ومش ما بيفكروش في الكلام ده. ولو يا صاحبي جيت تشتري موبايل او جيت تشتري كارت، اقرا كلمة اي في 1 هتلاقيها بالمنظر اللي انا بقول لك. اخر حاجة قبل ما اقفل بقول لك هنا، انت بتعلم على اي في 1 تمام دايما، تمام، كلمة دايما دي تمام او اولويز ناس هتلاقي عندك بالانجليزي، تمام. وهنا هتلاقي الاعدادات التلقائية، لو انت ما عندكش كارت شاشة انت بتعلم على الحاجة اللي انت عايزها. هتقول ممكن
اختار هنا اس دي؟ هقول لك ما انتش محتاج حاجه زي كده خالص، لان انت بتتعلم منها عشان تقدر تاخد ايه جوده من الصوره عاليه. لو عرفت تجيب الكروت دي كلها، الكروت دي بتقعد حوالي كام سنه ولازم تشيل غيرها، وخلي بالك ان هي ما كانتش رخيصه زمان عشان تبقى رخيصه دلوقتي، دلوقتي هي غاليه، بس برضه زمان كانت غاليه، يعني ام 5 7 زمان دلوقتي ب 18 وب 19 والكلام ده كله. تقدر يا صاحبي تفكر وتظبط نفسك في الموضوع، بس ما تنساش تعمل حاجه زي كده لو انت عندك كمبيوتر عشان يقدر يشوف. لو انت ما عندكش كارت شاشه لازم تعمل اعدادات تلقائيه عشان تسيبه براحته، هو يقرا من هنا يقرا من هنا، ما تعجزش الجهاز معاك لحسن يسخن ويحصل له مشكله معاك. انا خلصت الفيديو، لو في اي حد ليه سؤال يسيبوا لنا في تعليقات وان شاء الله ارد عليه. شكرا لكم.